بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. انا نوى مقلد من قناة نوى فوق. ان شاء الله النهارده هنعمل اكل جميل جدا، واكل بقى ايه يعني على قد الايد، صح؟ يعني نعمل اكلة تفتح النفس ومن غير تكاليف، وهنعمل اكلة كده مش لازم كل يوم بروتين يعني وكل يوم فراخ لا مش لازم خالص والله. هنعمل اكلة تجنن يعني، وكمان زرع لكم شجرة اهوت، يعني مش مخليه نفسكم في حاجة بصراحة. يعني هنعمل ان شاء الله المسقعه اللي هي الاورديحي خالص البلدي خالص من غير اي حاجه، ونعمل بابا غنوج ونظبط الاداء. اعملي لي لايك واعملي لي شير، وتعالي ورايا مطبخ نوى فود نشوف هنعمل المسقعه ازاي ونعمل الغدا الجميل ده ازاي. يلا نسمي الله ونبدا. بصوا بقى، هنا حطينا الزيت على النار اهو. ده البتنجان، البتنجان ده يعني هو عملت فيه ايه؟ قبل ساعتين قشرت البتنجان وحطيته في المصفى ورشيت عليه ملح، وحطيت المصفى على حاجه كده عشان يصفوا كل الماء اللي فيه، علشان بقدر الامكان ما يشربش زيت، يعني على قد ما نقدر يعني. هو لازم هيشرب بس مش زي ما بتعمليه على طول، يعني هيشرب كميه. لو هو اول ما بتقطعيه كده وتشتغل على طول هيشرب زيت 100%، لكن لما بتعملي الخطوه دي لا، هيشرب زيت ب 20%. خلاص انا بنخمر البتنجان ونطلعه بقى من الزيت، نخمر بقى كل الكميه. نعمل غدوه النهارده جميله جدا، ويعني اكل اللي بياكل يعني الصراحه اللي بيفتح النفس، يعني مش لازم كل يوم نعمل بروتين ولا نعمل فراخ وسمك ولحوم والكلام ده لا خالص. هنا بنخمر بقى الشطه بقى حراقه كده علشان الاكله تكمل بجد بقى، يعني مش هتكمل الا بالحراق يعني. هنا جبنا الصينية، حطينا فيها معلقة كبيرة من الثوم، ما حطيتش فيها غير يعني معلقة صغيرة خالص من أو عملتها بالفرشة، يعني مسحت الصينية بالفرشة من الزيت، بس لأن كده كده البتنجان شارب زيت وكل الحاجات فيها زيت، فمش عايزة أزود الموضوع يعني. اديته تشويحة ونزلت عليه بالخل عشان يعني إيه بطفيه بالخل كده، فاهمين؟ ريحة بقى يا سلام بقى، حاجة يعني جنان بصراحة. خلاص يعني أنا الأول مسحت الصينية ديت بمعلقة صغيرة من الزيت، وحطيت معلقه كبيره من الثوم المفروم، اديت تشويحه ونزلت عليه بالخل، واخد غلوتين كده، وبنزل هنا معلقتين صلصه طماطم مضروبه متصفيه، نزلت بيها كده على الثوم، نقلب بقى الدنيا مع بعضها. خلاص يعني هنا حطينا قلبنا الطماطم مع الصلصه مع هنا حطينا بابريكا، حطينا شطه، حط كمون، حط كزبره، ظبط الدنيا بقى، حط الملح بتاعنا. بس خدي بالك وانت بتحط الملح لان البتنجان فيه ملح، يعني انا رش عليه ملح وقعد ساعتين على ما صفى كل الميه اللي فيه، فلازم تاخدي بالك لان البتنجان في الوقت ده بيبقى شارب ملح كتير، يعني حط حاجه بسيطه خالص من الملح يا دوبك على قد الصلصه بس، ممكن تستغنى عن الملح خالص لما تدوقيها الاول، يعني دوق الاول كده شوف هو الملح بتاعه عايز ايه. حطينا شطه، حطينا بابريكا، حطينا كمون، وحطينا كزبره، وحطينا حاجه بسيطه خالص من الملح لو على طرف المعلقه، يعني لما ابدوق في الاخر لو عايزه ملح هحطها. خلاص هنا بقى نسيبها تاخد تغلي مع بعضها كده، شوف هنعمل ايه تاني. هنا جبت البتنجانه بحاول اعملها بالسكينه كده، كان فاتحه بالسكينه عشان تستوي مني على عين البوتاجاز على طول، يعني شفت اللي بقولك بغزها يعني. هنا خلاص عملت لها كام فتحه كده بالسكينه رفيعه، وشغلت عين البوتاجاز اللي جنبي وحطيتها عليه، كل شويه اقلبها الناحيه الثانيه علشان تستوي مني. احسن حاجه اللي شوي البتنجان مش الفرن، لا عن عين البوتاجاز كده علشان الفرن بينشفها. هنا نزلت الطماطم انا وخرطاها، وقرنين فلفل مخرطاهم برده، وقرنين فلفل مش متخرطين، ما هي المسقعه البلدي كده بقى، حاجه تفتح النفس يعني. قلب بقى والبتنجان جنبنا، بقول لكم انتوا لو حطيتوه في الفرن لا مش هيديكي نفس النتيجه لما تحطيها على عين البوتاجاز على طول. كانوا زمان بيعملوه في الفرن البلدي بتاع اللي هو الفلاحين وكده، فكان بيتشوي على طول، لكن الفرن الكهرباء وفرن البوتاجاز لا ما يعني ما بيديش نفس النتيجه لما بتحط على عين البوتاجاز على طول، لا بينشفولك شويه. خلاص هنا بنقلب بقى، هنا جايبه لك هنا عين عليها البتنجان، وعين عليها الصلصه، والعين والشعله في الاخيره دي عليها البتنجانه بتتشوي يعني شويه كده، واقلبها الناحيه الثانيه. خدي بالك انت اللي بقى عشان ما تتلسعيش، امسكيها باي حاجه علشان ما تتلسعيش. هنا بس بقى الثلاث شعل شغالين، هنا بقى بحمر شويه فلفل اقطعهم كده بحمرهم عشان تحط برده عن السقعه.
عمالها كده متظبطه. بس خدوا بالك من البتنجان خلاص بدات تستوي اهي، شوف انا بضغط عليها، تضغطي عليها كده في الصوت، لو انت هتحسي بيها وانت بتضغط عليها ساعه سرعه هتروح تطفي عليها وحطها على جنب كده لحد ما تنزل الميه بتاعتها وتقشريها خلاص، علشان انت لو قشرتيها على طول هي بتبقى ميه كتير. البتنجان اهي خلاص كده داخل على السوا، والصلصه انا خلاص حطيت عليها لحد ما اخلص بس بقيه التحميص، احمل الفلفل والحاجات. لو انت قشرت البتنجان على طول هيبقى فيها ميه كتير جدا، فسيبيها شويه لما تنزل كل الميه بتاعتها، وبعد كده تعملي البابا الغنوج. خلاص هنا بنطلع الفلفل من الزيت. خلاص احنا كده خلصنا كل الكميه اللي عندنا من البتنجان والفلفل، نشيل بقى الزيت ده مش عايزينه في حاجه خالص، نشيله بقى. شوف هنعمل ايه تاني. جبت الصلصه تاني حطيتها على شعله الدرجاء هي بدات تغلى اهي. هجيب بقى البتنجان والفلفل اللي احنا محمرينه مع بعض اهو، نضيف بقى على الصلصه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مش خيال يا ناس، طبق يعني بقول لك من الاخر والله، يعني ده الاكل اللي بياكل وبيفتح النفس فعلا. مش لازم يعني نحط حاجات ونفترح حاجات يعني، لا خلينا في القديم على زي ما كانت امي بتعمل وجدتي بتعمل والناس دول، يعني مش لازم نخترع يعني في كل يوم شويه كده وشويه كده. بس هو ده فعلا يعني بيحسسك بالاصاله كده، الاكل ده بيحسسك بالاصاله كده والتاريخ. بس صح ماشي، يلا نقلق. خلاص احنا كده قلبناها بقى تاخد غلوه مع بعضها كده، وخلاص احنا كده خلصنا الصلصه بتاعتنا. نروح بقى نعمل البابا غنوج، بس محتاج مع بعضه غلوه. عايزه صوص ممكن تحطوا نص كوبايه ميه، انا بصراحه استفدت بيها كده لانها تكفي بعيش. لو انت عايزاها فيها صوص اكتر من كده ممكن تحط لها نص كوبايه ميه عشان لو عايزه صوص يعني، لكن انا عايزاها كده بصراحه مش عايزه فيها اي صوص. خلاص البتنجانه خلاص اهي شايفين، امسكيها كده بس خلاص هي كده. هنجرها لك بس من كل جنب. انا خدتها بقى نسيبها شويه لما نزل الميه بتاعتها. خلاص انا حطيتها لما نزلت الميه بتاعتها وقشرتها، حطيتها في الهاند بلندر ده علشان اضربها. ده حطيت عصره ليمونه كده عليها، ده معلقه جبنه كبيره ممكن تستغني عنها وتحط زبادي، ممكن ما تحطش خالص براحتك. انا بحط طحينه من اللي احنا عاملينها مع بعض، طحينه البيضه اللي احنا عاملينها مع بعض. عملنا الطحينه والبيضه والحمراء، وحطينا هنا كزبره وكمون وملح، وهنا بنحط خل. يبقى حطينا طحينه وحطينا معلقه جبنه، انا بحبها بالجبنه مش بحبها بالزبادي، عايزه تغيرها وتحط زبادي براحتك، مش عايزه الاثنين براحتك برضو. ونضرب بقى كل اللي احنا عملناه ده، حطينا البتنجان، حطينا ليمون، خل، كزبره، كمون، ملح، حطينا ايه كمان، الطحينه، معلقه طحينه كبيره، وحطينا معلقه جبنه. خلاص يبقى كده البابا غنوج اتظبط كده وبقى احلى بابا غنوج في الدنيا، طعمه بيبقى جميل جدا. او ممكن تهرسيه بالشوكه يعني هيبقى زي سلطه البتنجان كده، بيبقى حلو برده. خلاص هننزل بقى في الطبق بتاعنا ده بقى. عايز ايه احنا يعني، انا كده الايه المسقعه خلاص انا طفيت عليها، وبحمر شويه شطه حراقين كده علشان يظبطوا الدنيا، وعايزين بقى شويه جرجير علشان الدنيا تكمل يعني. وانا معايا شجره هزر حالكم علشان ما يبقاش خليت نفسكم حاجه خالص. خلاص انا طبق المسقعه بصراحه يجنن، والطبق برده بتاع بابا غنوج، وجبنا الجرجير وغسلناه وظبطنا الدنيا، شويه عيش بقى من اللي احنا بنخبصهم في البيت يعني، ما فيش بعد كده بصراحه. ايه رايكم بقى في الغدا ده؟ طب والله مش احلى من اي غدا، ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله هينال اعجابكم يعني. هياها واحد صح. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.